بسم الله الرحمن الرحيم، ترحبوا بجريدتكم اللي منتشره وعندها انتشار واسع، وتنشكركم على الحضور ديالكم معنا دائما، والمقالات اللي تتكتبوا على النهضه الرياضيه ديال القطاع واهتمامكم بها، والخط التحريري ديالكم اللي كيمشي مع الطموحات ديالنا بطبيعه الحال. النهضه الرياضيه القنيطريه هذه السنه في الحقيقه بعد انتخابنا وتكلفنا الجمع العام اللي كلفنا بتشكيل المكتب، حاولت انني نحاول نختار واحد النخبه ديال الرياضيين القنيطريين اللي عندهم معرفه بالنهضه الرياضيه القنيطريه ومحبه كذلك النهضه الرياضيه القنيطريه، وهذا اللي كنا كنعيشوه في الحقيقه مع النهضه منذ زمن، لان انا شخصيا عندي واحد القصه غراميه مع النهضه الرياضيه القنيطريه منذ ان كنت بمدينه مكناس، واول مقابله اللي شاهدتها النهضه الرياضيه القنيطريه سنه 1982 ضد النادي المكناسي، واللي كانت واحد المقابله اللي هي جد رائعه وكبيره ما بين النادي المكناسي والنهضه الرياضيه القنيطريه، منذ ذاك الحين وهذه القصه غراميه بدات مع النهضه الرياضيه القنيطريه. فصراحه انا افتخر واعتز لرئاستي لهذا الفريق، فريق عريق اللي تراسوه ناس كبار، ناس رياضيين، ناس عظماء تاريخ الرياضي النهضه الرياضيه القنيطريه، منهم سي ابن المناضل الكبير المغربي عبد الكريم الخطابي، الدكتور الخطابي، كذلك سي الشعبي رحمه الله عليه، على اي اناس دازوا من هذا بتاريخ هذه النهضه الرياضيه القنيطريه. نرجعوا للموضوع ديالنا، النهضه الرياضيه القنيطريه هذه السنه في الحقيقه بعد ما خديت المسؤوليه حاولت ما امكن كما قلت لكم انا نعزل الناس ونختار الناس اللي غيساعدوني واللي غيكونوا الساعد الايمن ديالي، اللي تيفهموا في التسيير، اللي تيفهموا في الكره، اللي تيفهموا في تقنيات اللعبه. وفعلا الحمد لله ربي ما حشمناش، بعد ما كان الاجتماعات الاولى ديال المكتب حاولنا نرسموا واحد الخط باش نوصلوا لهذه المرحله اللي وصلنا لها حاليا. حاليا احنا كما كتعرفوا على اننا بدينا كننافسوا ان شاء الله، وهذا الشيء ماشي كبير علينا وماشي كبير على الله سبحانه وتعالى. هنا السي حسن سمعني قاطع، هنا تيظن لي الحاجة بان فريق النهضه القنيطريه حقق نتائج يعني باهره في بطوله هذا الموسم، بحيث انه بات يعني بخطوه او خطوتين من تحقيق الصعود. واش هذا الهدف السي حسن كنتي راسمينه؟ تماما، ربما الاخوان ديال اعضاء المكتب ما كانوش راسمينه، ولكن شخصيا مع قراره نفسي كنت دائما اطمح قبل ما ناخذ وساده النوم ديالي، دائما تنفكر على انني هذه السنه هذه ان شاء الله تكون صعود، رغم اننا خدينا الفريق في واحد الوقت وجيز جدا وكانت مشاكل كثيره، ولكن انا شخصيا مع قرارات نفسي تنقول لابد يجب ان اقدم شيئا ما لهذا الفريق العريق، وهو الصعود به من هذا القسم هذا القسم الموالي. هذا هو الهدف ديالي، كان ربما ان الاخوان ديالي في المكتب ما كانوش كيطمحوا لهذا الطموح هذا، ولكن انا شخصيا في قرارات نفسي كنت كنقول دائما خاصني نقدم شي حاجه للنهضه القنيطريه، وهو الصعود للقسم الموالي ان شاء الله. التطلعات ديالكم المستقبليه سي حسن؟ وهي تطلعات كبيره وطموح كبير، لان الاخوان اللي معنا في المكتب هما كلهم عندهم طموح كبير، ونعمل ليلا ومساء وصباحا كنعملوا للصعود ان شاء الله. فمرحبا إن جا الصعود هذه السنه هذه، والسنه المقبله ان شاء الله غنخدموا على الصعود، ولا ممكن غير الصعود ان شاء الله. هذا هو نجيو يعني يعني من اجل ممارسه سليمه وصحيحه ومن اجل تحقيق التطلعات والامنيات لابد من الامكانات الماديه. شنو تقول لنا عن الامكانات الماديه؟ واش كاينه مساعدات بالنسبه للجهات المالحه اعيان المدينه؟ وصراحة هذا هو الموضوع الشائك للنهضه الرياضيه القنيطريه، هذا موضوع ذو شجون ولا جينا نتحدثوا فيه ما غاديش نساليو هذا النهار هذا، ولكن غادي نجيكم نلخص لكم الموضوع. هو ان الجهات المنتخبه لحد الساعه ما تلقينا منها ولو سنتيم واحد للمساعده. كان عندنا لقاء من ناحيه ديال الاخوان ديال السلطه، كنشكروا السيد العامل على الاقليم، تنشكروه من هذا المنبر ديالكم هذا، تنشكروا السيد العامل، لان صراحه استقبلنا في ظرف وجيز، يعني بعد 48 ساعه بعد ما قدمنا له طلب اللقاء استقبلنا بعد 24 ساعه من بعد الطلب، وجلسنا معاه وتفهم الموضوع، وعنده تاريخ وعنده التاريخ ديال النهضه الرياضيه القنيطريه، كل ما تحدثنا له على التاريخ الا وتيقول لنا انا تعرف هذه المساله هذه، ووعدنا على انه غادي يساعدنا. لحد الساعه راه الامور عند السيد العامل، نتمنوا من الله ان شاء الله، وتكلمنا له حتى على المدرسه ديال النهضه الرياضيه القنيطريه، حالنا على الاخوان ديال المبادره
ان شاء الله غادي نقدموا الملف ديالنا للمبادره باش نفتتحوا المدرسه ديالنا اللي حاليا راه فيها اكثر من 160 طفل، اكثر من 160 طفل اللي حاليا احنا دمجناها مع المدرسه ديال التقدم ديال السي بوهوش اللي هو عضو في اللجنه التقنيه. ريتما ان نديروا الملف القانوني ديالنا ونلقاو الملاعب فين غادي نوظفوا هذه العناصر هذه، وان شاء الله ونطلقوا في المدرسه ديال النظريه ديال القنيطريه. فشكرا السيد العامل، وكنطلبوا من السيد رئيس المجلس البلدي وهو راه تيعرف هذه المسائل هذه، تنطلبوا منه يغير واحد الفكره، هو ان النهضه الرياضيه القنيطريه راها ماشي بحال الفراقيه، راه عندها تاريخ. هو كيوضعنا فعلا، هو كيوضعنا لان الا جينا المسائل الديمقراطيه نفس الاخوان اللي معنا في العصبه راه تيوضعهم بحالنا بحالو. هذيك المنحه الهزيله اللي كتعطى، لان ما تعطاتناش حنا هذا العام هذا، كنتمنوا من السيد رئيس المجلس البلدي يغير هذه الفكره هذه. النهضه الرياضيه القنيطريه خصها ترجع، وهي رجعت الا رجعت النهضه القنيطريه راه غتكون الكاك احسن ما هي عليه الان. راه من نهار النهضه القنيطريه نزلت يديها راه النادي القنيطري ما بقاش مع من يتنافس في هذه المدينه هذه، وها هو منزل يده. وكنتمنوا له ان شاء الله التوفيق في هذه السنه هذه. شي اضافات في الختام سي حسن؟ والاضافه هي اننا نشكر السيد العامل مره اخرى، ونشكركم انتم كذلك، نشكركم شكرا جزيلا، وكنشكر كل الاخوان اللي ساعدونا، وكنذكر عليهم وكنذكر منهم رئيس النادي القنيطري حاليا، كذلك السي الصباري، كذلك السي المديوني، والاخوان كاع اللي ساعدونا بعد يعني ماديا كنشكرهم، السي احمد غابي، السي بودالي، السي بوجمع البودالي، وما ادراك ما السي نعم السي بوجمع البودالي هو كنوجه له الشكر من هذا المنبر هذا، وشكرا كاع الاخوان اللي مدونا يد المساعده، وكنطلبوا مره اخرى من السيد رئيس مجلس البلدي باش يدير واحد الالتفاته لهذا الفريق هذا، راه هذا العام نساه. ما عرف السيد من هي ما عرف وبالنسبة للنتائج كانت النتائج بالنسبة لي الحصيلة كانت جيدة، بحكم أن إلا حاولنا نديرو باستثناء هزيمة واحدة في المرحلة الأياب فتنظن أننا كنا عند حسن الظن المكتب وعند حسن الظن الجمهور القنيطري خاصة الرزوزي. حنا في أول مشوار ديال الفريق كانوا النتائج متوسطة، ما نقولوش متذبذبة ولكن نقول متوسطة نظرا لعدة الظروف، منها كانت الاستعدادات ما كانتش في المستوى على ما تنظن، وكان بعد التحاقي حاولنا ننتدبوا بعض اللاعبين لتعزيز الصفوف وتأثرنا لذلك، والهدف ديالنا والأخير هو أن الهدف كان تحقيق نتائج إيجابية واللي كنا تنطمحوا له، وفي الاخير حصلنا ما كنا تنتمناه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للمباريات كلهم نعتبرهم بمثابه السد لنا، بحكم اننا حنا تنتوقفوا في المراتب الاولى وتنحاولوا نحصلوا على المرمى هو افضل، لان بالنسبه لنا جميع الفرق متساويه، لان يصعب التنبؤ بالنتائج ولا سيما في اواخر الدورات، ولا سيما الفرق اللي تحت المراتب الاولى تتكون على اتم الاستعداد، وتنتمنى من الله نحققوا هذه النتائج هذا باش نحققوا الطموح ديالنا ان شاء الله. الطموحات ديالك عبد الواحد بالنسبة للفريق كفريق، أول حاجة بالنسبة للطموح ديالي طبيعي أي واحد غير على الفريق بحكم أني تنتمي لفريق النهضة القنيطرة، الهدف الأول والأسمى هو تنبغيو نحققوا الصعود، ومن يتحقق الصعود تنتمناو يتحقق هذا الصعود هذا، ويجيب تنتمناو كما تنقولوا نكونوا عند حسن الظن إن شاء الله. إيوا التغييرات الجذرية كانت هذه مدة 4 سنوات بعدما أقدمنا على تغيير الهيكلة الرسمية ديال الفريق النظري ديال القنيطرية وتغييرها بأسماء جديدة ووازنة، وخصوصا من اللاعبين القدامى، لأن أولاد الفرقة هما تقريبا شادين الفرقة. فريق النهضه القنيطريه يعني هذا العام يعني حقق نتائج جد ايجابيه، خصوصا خلال مرحله الاياب اللي يعني حصد الاخضر واليابس، والفريق يعني بات قريب من تحقيق الصعود الى القسم الموالي. واش انتم كنتوا راسمين يعني الهدف ديال الصعود خلال الموسم؟ لا، ما كانش عندنا هذا التمني، ولكن ما دام تحقق فاحنا غاديين في الطريق السليم، لان تنشوفوا بان الارضيه ولا المناخ ولا حتى الاخوان اللي كاينين المشاركين لا لاعبين ولا مكتب مسير ولا طاقم تقني، احنا غاديين في واحد المسار هائل، وان شاء الله كنبشروا الجمهور القنيطري
النهضاوي لان النهضه جايه ان شاء الله. التركيبه الحاليه اللي كاينه الحاج واش باستطاعه يعني مجابهه الانديه وبالتالي تحقيق الصعود يعني نتمنى ان شاء الله هذا العام تصعد النهضه والعام الثاني باش نشوفوا النهضه القنيطريه في فريق في قسم الهوات. الحقيقه ان فريق دابا حاليا ديال القسم الوطني الاول هوات. على حسب التجربه ديال الكرويه والتسييريه كنشوف بان الفريق ديالنا عنده مؤهلات باش يلعب في القسم الوطني الاول هوات ونحقوا ونكونوا بارمي لي برومي لان اللاعبين اللي هنا كيتبين هنا غادي نرجعوا للوراء بان الوقيته اللي كانت النهضه القنيطريه في القسم الوطني الاول او في القسم الوطني الثاني مع النادي القنيطري كان ذاك الانسجام وكان ذاك التطاحن الرياضي وكان ذاك التنافس الشريف اللي عطى لاعبين كبار وعطى نتائج وعطى نهائيات وعطى بطوله وعطى ما شاء الله. وانا اقول ان بان القنيطره عندها ابنائها ولا داعي لنشوفوا ناس اخرين من بلايص اخرين. اولاد القنيطره تعطيهم ما يستحقونه يلعبوا معك. مساعدة المدرب والطاقم ديالنا قدرنا اننا نسترجعوا القوى ديالنا في الدورات الاخرى حيت كانوا ناقصنا بزاف ديال اللعابه وقدرنا نجمعوا الامكانيات ديالنا وان شاء الله نحققوا الصعود في هذا الموسم على فريق حيت كاين منافسين كثار كاين جرف الملح وفريق يعقوب منصور وان شاء الله المباراه ديال اللي عندنا هذه السيمانه كنتمنوا اننا نحققوا شي نتيجه مزيانه بما انه مباراه غتكون صعبه حيت فريق منافس هو بالمرتبه الثانيه وحنا المرتبه الثالثه وان شاء الله بمسانده ديال المدينه ديالنا نحققوا الصعود الممتاز ان شاء الله. الحمد لله هذه النتائج الايجابيه اللي حققنا هذا الموسم مع النهضه القنيطريه كيرجع الشكر للاعبين والرئيس والمكتب المسير والسي عبد الواحد المدرب الفريق والحمد لله هذه الايامات هذه اجتهدنا في التدريب وحققنا هذه النتائج الايجابيه وان شاء الله كنتمناو اننا نصعدوا للقسم اللي فوق من هذا حيت نهضه القنيطريه ان كل شيء عارفه في مدينه القنيطره انها كانت فريق كبير وما تستاهلش انها تكون في هذه المرتبه هذه وفي الموقع الاجتماعي التواصلي كنشوفوا الناس كاملين كيهضروا غير على النهضه وحاليا ما بقاوش كيعطيو اهتمام للنادي القنيطري كبه اللي عطينا حنايا دابا النهضه القنيطريه وان شاء الله كنتمناو اننا نربحوا هذه المقابله المصيريه تقريبا اللي عندنا مع اللي في المرتبه الاولى جرف الملح.